أخرى من حساب رؤية ثقافية، معادلة الخوارزمي عن قيمة الإنسان، فأجاب: إذا كان الإنسان ذا أخلاق فهو يساوي 1، وإذا كان الإنسان ذا جمال أيضا فأضف إلى 1 صفرا، وإذا كان ذا مال أيضا فأضف 0 آخر، وإذا كان ذا حسب ونسب فأضف 0 آخر، المجموع طبعا رح يطلع 1000. فإذا ذهب العدد 1 وهو الأخلاق، ذهبت قيمة الإنسان وبقيت الأصفار. الله، فعلا كلام جميل ومعادلة موزونة تنطبق على كلام أمير الشعراء أحمد شوقي عندما قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. خلاص، يعني مهما كنت تمتلك من كل شيء وتفتقر للأخلاق، اعرف أنك تحتاج إعادة تقييم لمعادلة حياتك. شكرا لحساب رؤية ثقافية على هذه التغريدة الأكثر من رائعة.